السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير زلابية بطريقة سهلة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. بقوا مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنا في المقادير عندي 200 غرام ديال الطحين اللي هي جوج كيسان بالعبار ديال كأس الشاي أو كأس العنبة، 300 مللتر من الماء اللي هي جوج كيسان بالعبار ديال كأس الشاي أو كأس العنبة، ملعقة كبيرة من ماء الزهر، ملعقة كبيرة من الزيت، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، القليل من الملون ويمكن تعويضه بالملون الغذائي الزعفران، القليل من الملح، 30 غرام من المايزينا أو النشا ما يعادل ملعقتان كبيرتان. نبدأ على بركة الله. غادي ندير خميرة كيميائية مع ربع ملعقة صغيرة من السكر، سكر حبيبات. نضيف الماء، أضيف النشا. هنا عندي النشا منخول وكذلك الدقيق ملون غذائي أو ماء الزهر ملعقة كبيرة، والزيت نباتية كذلك ملعقة كبيرة. أضيف الخميرة، غادي نبقى نضيف الماء اللي دافي غير بالتدريج. هنا بعد ما كنخلطوا الخليط مزيان، الا شكينا بان فيه تكتلات او كويرات في العجين نديروه في الخلاط الكهربائي. هنايا غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه يخمر مده ساعه. هنايا الخليط خمر كما كتشوفوا بضعف الحجم ديالو، غادي نخلطوه غير واحد الشويه ماشي بزاف بهذه الطريقه. هنا عندي هاد القنينه الخاصه ديال الكيتشوب، اولا ممكن تستعملوا حتى ديال المايونيز كيكون عندها هاد الثقب هذا هنايا. الا ما كانتش متوفره هذه ممكن تستعملوا اي قنينه، مثلا هذه ديال ماء معدني، اولا هذه مثلا انا كان فيها ماء الزهر وتقاضات. فقط كنديروا هنا ثقب في هاد السداده ديال القنينه، وممكن تستعملوها عادي نعمروها بالعجين ونستعملوها عادي. هنا عندي العسل اللي سبق لي وحضرت معكم، غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو صندوق الوصف، تحضير عسل منزلي في 10 دقائق. هنايا فقط سخنته شويه وضفت له شويه ديال ماء الزهر. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ هاد القنينه هذه، غادي نعمر العجين هاد القنينه
القنينه هذه الخاصه ديال الكاتشوب، هنايا وضعت الزيت في مقلاه، وضعت داك لو سيركل اولا ديك الدائره في وسط ديال المقلاه، فقط باش يعني هاد الزلابيه تجيني بحجم واحد. دابا نبداو على بركه الله. هنا كنحاولوا اننا نديروا دائره، يعني كنبداو من الجناب وكنديروا دائره. نعاود نقلبها بهذه الطريقة. دغيا كطيب، غادي نحيدها كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. مباشرة غادي نوضعها في العسل. غادي نعاود معكم حبة ثانية. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. دابا مباشره في العسل، وهكذا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. الشكل النهائي ديال الحلوى الزلابيه بعد ما كنعسلوها مزيان وكتقطر مزيان من العسل، هذا هو الشكل ديالها النهائي. الى عجبكم الفيديو لا تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. تلقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.